رجل مسافر وصايم في رمضان نوى الفطر ثم لم يجد ما يفطر به ثم عدل عن نيته، يعني أهم إن وجدت طعاما سأكل ولم يجد طعاما فلم يأكل. إذا كان بهذا التوصيف الصوم صحيح، يعني هو علق الفطر على الوجود، وجود الأكل، ما وجد الأكل خلاص قال ماذا سأكمل لا حرج.